مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تحية طيبة مباركة وردية بنغلفها بأخلص النوايا وأصدق الدعوات، وبنرسلها عبر أثير قناة اليرموك لكل متابعين برنامج بيتكم عامر ولمتابعي قناة اليرموك. بنطل عليكم كل يوم ومع النسائم الباردة الندية هاليومين وأنوار طلتكم البهية، بنأكد إن دايما قريبين منكم. يسعد أوقاتكم بالخيرات والذكر والبركات وبالصلاة على خير الأنام، بيتكم عامر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، من قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الفأل الحسن. ونحن مشاهدينا بالتأكيد مع كل لقاء بحضراتكم ومع إعداد حلقاتنا دائما متفائلين بإن شاء الله قادرين أن نصل إليكم وأن نكون نبضكم، وبالتأكيد مع بيوتنا الأردنية والبيوت اللي بتتابعنا في كل مكان، الأسر والعائلات اللي إلها كل الاحترام والتقدير والدعاء بأن يحفظها الله عز وجل وأن يديم عليها المودة والمحبة وأن يمتع أفراد أسرنا دائما بالصحة والعافية، الصحة الجسدية والنفسية. حياكم الله مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج بيتكم عامر. بالتأكيد مشاهدينا اليوم حلقتنا فيها العديد من المواضيع اللي بنتمنى إنها تنال رضاكم وتحظى بمتابعتكم، ابتداء من أول فقراتنا زي ما عودناكم والمختارات والعديد من الموضوعات ضمن مختاراتنا لليوم، حيث الأردن على موعد على ما يبدو وكلنا عم بنتابع الحالة الجوية مع الأمطار، ومنذ الصباح الغيوم والدرجات الحرارة اللي عم تنخفض، والحمد لله رب العالمين في أجواء معتدلة. أكيد هنطلعكم على حالة الجو لمدة 4 أيام. كذلك مشاهدينا للأسف في حماية المستهلك تدعو إلى مراقبة الأسعار، لأنه كما قلنا للأسف في شكاوى من بعض المطاعم والكافيهات بأنها ترفع الأسعار بدون وجه حق وبصورة يعني كبيرة جدا. أيضا تفاصيل هذا الخبر ستكون ضمن مختاراتنا مشاهدينا. أكيد لأنكم أنتوا ذهب وذهب خالص، اليوم فقرتنا وفاصلنا حيكون حول ألوان الذهب مع مجوهرات ديار مكة وصاحبها محمد أبو خاص، وأكيد معلومات هامة حول هالموضوع. أيضا مشاهدينا فقرتنا اليوم الصدمات النفسية القاسية بشكل خاص وكيف نتعامل معها، لأنه لابد أنه الإنسان بمر بظروف وقد يعني تمر علينا بعض الحوادث، سواء كان الله يديم أحبابكم ويطيل أعمارهم وما يخليكم أبدا تمروا بأي صدمات، لكن أكيد هاي سنة الله عز وجل في الكون. ممكن يكون فقد، ممكن يكون خسارة مال، هذا كله ابتلاء من الله عز وجل، لكن كيف إحنا نتعامل مع هالصدمات، أو إذا كان مع حد قريب منا صار في صدمة كيف نقدر إحنا يعني نتعامل مع هاي الصدمة ونساعده وناخد بإيده ليقدر يتجاوز أثار الصدمة. هذا مشاهدينا موضوع حوارنا اليوم حيكون مع الأستاذة نادين العساف، وهي الأخصائية النفسية المختصة في العلاج المعرفي السلوكي. بالتأكيد حوار مهم جدا، كيف نقدر نتعامل مع الصدمات القاسية منها بشكل خاص. أيضا مشاهدينا ضمن المتداول اليوم على منصات التواصل الاجتماعي عنا العديد من الموضوعات، وأكيد هنستعرضها ونستعرض تعليقات الناشطين على هالمواقع وكيف تداولوا هذه الأحداث وماذا علقوا عليها. بعد فاصل قصير مشاهدينا سنكون مع أولى فقراتنا ومختاراتنا لليوم واللي فيها العديد من الأخبار والتفاصيل والنصائح اللي بتهم حضراتكم، فإذا تكرمتم خليكم معنا. على موعد مع الأمطار والضباب والأجواء الباردة بلدنا الحبيب الأردن، وفعلا يعني مناطق بلاد الشام بتشهد حالة يعني جوية لطيفة مع انخفاض لدرجات الحرارة، ومنذ الصباح بنشاهد الغيوم والضباب. إذن وفق ما ورد في حالة الطقس الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية فإنه
من المرجح أن تميل الأجواء للبرودة ليلاً اعتباراً من اليوم الاثنين، ومن المحتمل تساقط زخات من المطر وحدوث الضباب على المرتفعات العالية. أيضاً مشاهدينا، خلال اليوم وغداً المرتفعات الجوية أو عفواً فعلاً المناطق العالية أو المرتفعة ستشهد اعتدال على درجات الحرارة، ومناطق طبعاً بحر الميت والعقبة والأغوار أكيد الحرارة فيها مرتفعة، لكنها دون الحرارة في الأيام اللي خلت أثناء موجات الحر، فبالتالي المنطقة بتشهد ولله الحمد أكيد اعتدال على درجات الحرارة. إذن مشاهدينا، بمشيئة الله تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، بتسود أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة كما قلنا في البحر الميت والعقبة والأغوار، ومع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية. كما قلنا، ليلا الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات يعني، وأخيرا هيك بدنا نطفي المكيفات والمراوح يمكن، ونقدر نفتح الشبابيك يفوت هيك هواء نقي بارد بالليل. إذن مع استمرار كما قلنا ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وكما قلنا احتمالية أيضا سقوط الأمطار واردة، وفي بعض المناطق أعتقد أنه كان في اليوم تساقط لزخات خفيفة من الأمطار. طيب، بدنا نروح مشاهدينا لمختارتنا التالية، وهي حول حماية المستهلك والتي تدعو إلى مراقبة الأسعار في المطاعم والكافيهات، حيث المستشار الإعلامي في جمعية حماية المستهلك إحسان العموش قال إن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى حول ما يسمى ضريبة الخدمة الشهر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات اللي بتقدمها بعض المحال التجارية والمطاعم والمقاهي. العموش أضاف إنه المواطنين لمسوا هذا الأمر، مشيرا إلى أن ذلك يكون بغير وجه حق، إذ أنه يتم بيع السلعة للزبائن بسعر أعلى من سعرها الحقيقي. دعا الجهات المختصة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى والبلديات إلى الرقابة على الأسعار لكبح جماح استنزاف جيوب المواطنين في ظل زيادة الأعباء المالية في الوقت الراهن. طبعا أعطى مثال مشاهدينا على ارتفاع الأسعار بعبوات الماء اللي بتكون سعرها ما بين نص دينار ل 75 قرش، فيما تصل أسعارها اليوم في عدد من المطاعم والكافيهات لثلاث دنانير، يعني عم نحكي عن ثلاث أضعاف تقريبا وأكثر، إلى أربع أضعاف سعرها أو خمس أضعاف سعرها. وبحسب العموش، المطاعم السياحية بتخضع لضريبة الدخل، إلا أن المطاعم الشعبية غير خاضعة لها ولها أساليب أخرى ليست بريئة. أيضا يضرب مثال آخر مشاهدينا من استغلال هاي المطاعم والكافيهات للمواطنين بخدمة الفاليت، اللي هي خدمة اصطفاف السيارات، وأنا اللي لاحظته أنك بتروح أنت تحضر عرس بصالة على أساس أنه أنت يعني متكلف ورايح تقوم بالواجب وبنزين سيارتك ويمكن ماخد باقة ورد أو بدك تنقط، وزيادة على ذلك بدفعوك القاعة أجرة اصطفاف سيارتك، مع أنهم بيكونوا ماخدين من العريس يعني إشي وشويات زي ما بقولوها بالعامية، ومع ذلك بتم استغلال حتى المعازيم بأنهم يدفعوا بدل اصطفاف سياراتهم. والله المستعان. إذن هو المطلوب أن يكون هناك رقابة على هذه المطاعم والكافيهات والقاعات، قاعات الأفراح. طيب، بدنا نروح مشاهدينا لخبر دائما ما يعني بنورد ضمن مختاراتنا أخبار عن حوادث السير وأعداد السيارات و أكثر مخالفات السير اللي بيتم يعني من خلالها تطبيق القانون ومعاقبة اللي بيرتكبوا هالمخالفات، وكذلك اللي بتكون سبب رئيسي في ارتفاع عدد الحوادث وبالتالي الوفيات والإصابات وخسارة الممتلكات. 169 ألف حادث سير في الأردن خلال العام الماضي 2022. إذا بلغ حجم الخسائر المادية اللي تكبدتها الدولة في العام الماضي 322 مليون دينار نتيجة الحوادث المرورية، وفق مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب العميد رامي الدباس. الدباس
قال ووضح أنه عدد الحوادث في العام الماضي وصل كما قلنا ل 169,409 حادث، فيما بلغ عدد الوفيات وفيات الحوادث 563 وفاة مقابل 461 في العام 2021. عم نحكي عن زيادة 100 ووفاتين رحمهم الله جميعا. أما عدد وفيات الحوادث مشاهدينا فقط خلال الأشهر الماضية من هذا العام حتى يوم السبت الماضي بلغ 367 وفاة. إذن يعني مشاهدينا عم نحكي عن أعداد أو أرقام خطيرة جدا مخيفة. وزارة الإدارة المحلية زودت المديرية ب 12 مركبة مزودة برادارات لمراقبة السرعة، وبالتأكيد في إجراءات من أجل يعني الحد من هاي الحوادث. طبعا تحدث أيضا الدباس مشاهدينا عن وقوع حادث مروري مؤدي إلى خسائر بشرية كل 46 دقيقة، وبيكون هناك حادث دهس مشاة كل ساعتين، وبيتعرض شخص للإصابة كل 31 دقيقة، فيما يتوفى شخص بسبب حادث مروري كل 16 ساعة. يعني مشاهدينا أرقام صراحة مرعبة وبتحتاج فعلا إلى اهتمام أكثر وانتباه. أيضا مشاهدينا بأكثر من 82,000 مخالفة استعمال هاتف في العام 2023. اللي بنلاحظه أكيد حضراتكم بتلاحظوا إنه إحنا طول ما إحنا بنسوق إذا في سيارة بنلاحظ إنه جنبنا أو أمامنا والسائق بتحسه إنه قيادته مش مزبوطة، فورا تطلع عليه بتلاقيه ماسك تليفونه وبيستخدمه وبيبعته رسائل، بكون يحكي تليفون أو يطلع على أشياء ما بعرف. يعني هذا استهتار كبير جدا. إذا كما قلنا مشاهدينا عدد مخالفات استعمال الهاتف الخلوي في 2020 وصل ل 98,358، بينما خلال هاي فقط الشهور من هذا العام بلغ 82,000 مخالفة استعمال هاتف. احنا بنحكي عن المخالفات يعني اللي الدوريات مسكتهم او الشرطة او استطاعت ان تتابع انهم عم بيستخدموا الهاتف، لكن في كتير ناس بتستخدم الهاتف في الشوارع الداخلية وفي دون ان يعني يضبطهم احد ودون ان يتم او تتم مخالفتهم. طيب والله المستعان، المهم انه كل انسان يكون رقيب على نفسه، لانه انت مسؤول عن نفسك وروحك وممتلكاتك واهلك ومالك والاخرين، وبالتالي لازم نكون منتبهين ونراعي مثل هاي الامور. طيب بدنا نروح مشاهدينا لماذا، او خلينا نروح للفريق الاردني اللي هم طلبة من قسم الهندسة المدنية بطوروا خرسانة ذاتية الإضاءة صديقة للبيئة وبتكلفة منخفضة. وين؟ إذا بتسألوا في جامعة اليرموك. إذا فريق من طلبة قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك تمكنوا من إنجاز وتطوير خلطة خرسانية بتمتص الضوء الشمسي. والله إبداع، عن جد إبداع، بنوجه لهم تحية. بتمتص الضوء الشمسي خلال النهار وتعكسه ليلا بمدة انبعاث تصل إلى 8 ساعات. والجامعة تقول إنه أهمية هالخلطة الخرسانية تكمن في كونها خطوة هامة على صعيد تحسين الاستدامة في صناعة البناء، ويعتقد أنها ستكون بديل مستدام عن الخرسانة التقليدية، حيث تعمل على الإنارة الطبيعية للمباني والهياكل الحضرية وجوانب الطرق في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها مصادر للطاقة الكهربائية. إذن تحية لطلابنا، وحنتابع جزء من الفيديو اللي انتشر لهالطلاب وهالإنجاز. خلينا نتابع مع بعض.
يعني ما شاء الله عليهم هالشباب، دائما شبابنا الأردني اللي بيسعى دائما للإنجاز، والشباب الطموح اللي عنده همة وإرادة دائما بيبهرنا بإنجازاته. ومن ضمن هالإنجازات هالإنجاز لطلاب كلية الهندسة المدنية في جامعة اليرموك، تحية لهم. بالتأكيد مشاهدينا غالبا في عدد كبير من الناس بوقت معين بالليل ما بيلاقي حاله إلا صحي من النوم، كل يوم بنفس الموعد 4 و5 بيكون خلص استيقظ من النوم وما جاي عباله إنه ينام، خلص مصحصح تمام. يا ترى شو السبب بإنه البعض بيستيقظ بهالوقت وخلص بيعتبر حاله إنه شبع نوم؟ هذا مشاهدينا، هذه مختارتنا التالية واللي بتحكي إنه فعلاً الساعة البيولوجية أو البيولوجية للجسم بتتعود على وقت معين تستيقظ فيه، فبالتالي بتستيقظ في هذا الوقت. إذن ملايين مشاهدين البشر عند الساعة 4 فجراً يستيقظون. ففي إنجلترا وجدت دراسة إنه 32 مليون بريطاني بيستيقظوا كل ليلة عند تمام الساعة 4 و5 دقائق فجراً. إذا تسألتوا ما هو السبب، ليزا أرتيس نائب المدير التنفيذي لمنظمة The Sleep Charity، وهي طبعا منظمة خيرية معنية بشؤون النوم، والله منيح في منظمات للنوم. طيب، أقامت شراكة مع شركة سيمبا لمراتب النوم، وبتحكي إنه تدخل مرحلة النوم الأقل عمقا بعد 4 أو 5 ساعات من خلودنا للنوم، ندخل هذه المرحلة، وعندما نبلغ تلك المرحلة من النوم الأخف يمكن أن نستيقظ بسهولة أكبر بكثير وفق الاندبندنت عربية. إن كنت تغفو قرابة الساعة 11 ليلا إجمالا، وكثيرون يخلدون إلى النوم في هذا التوقيت يعني 11-12 تقريبا، فاحتمال استيقاظك عند 4 فجرا احتمال كبير جدا وأكبر من غيره من الاحتمالات، وطبعا هي العوامل المؤدية إلى هذا الاضطراب في النوم كثيرة هي هذه العوامل. لكن بالتأكيد بعد 4 إلى 5 ساعات بنكون تقريبا اكتفينا من النوم العميق، وصلنا لمرحلة النوم الخفيفة في بنستيقظ بهذا الوقت. الهرمونات مثلا مشاهدينا حسب الخبر بتحكي انه هو بيؤدي لاضطراب في النوم، وانه ما يضبط نومنا هو ساعتنا الداخلية او الايقاع اليومي، واحدى اهم الايقاعات اليومية واكثرها شهرة هي دورة النوم واليقظة. تتابع هذه الخبيرة بقولها ينظم نومنا نوعان من الهرمونات هما الميلاتونين والكورتيزول. هدول الهرمونين مشاهدينا أكيد بيتبعوا نمط منتظم يدوم 24 ساعة. الميلاتونين بيساعد على الاسترخاء والنوم، بينما يسهم الكورتيزول في إيقاظ المرء وتنبيهه ومساعدته على البقاء مستيقظاً. يعني مشاهدينا دكتورة مريم مالك طبيبة الصحة العامة بتقول مارسوا نشاط يساعد على الهدوء والاسترخاء قبل النوم مثل القراءة، أو تقول الاستماع إلى موسيقى هادئة، أو ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل، أو أنا بحكي قراءة القرآن الكريم مثلا، نقرأ سورة الواقعة سورة تبارك، ومش من الهواتف، لأنه من ضمن الإرشادات أنه نبعد هواتفنا وما نستخدمها قبل النوم، لأنه الإضاءة الزرقاء بتأثر على نومنا، وبالتأكيد بتأثر على هاي الهرمونات اللي حكينا عنها اللي هو الميلاتونين. إذن بدنا نتفادى شاشات الهاتف قبل 2 ساعة على الأقل من النوم، ونستخدم إذا اضطرينا نستخدم الهواتف والأجهزة نستخدم الأجهزة اللي فيها تقنية تصفية الضوء الأزرق، وبتوقع بيعرفوا الخبيرين بالهواتف الهواتف اللي فيها هاي التقنية أو ممكن تضاف لها، والابتعاد عن الكافيين والوجبات الدسمة قبل النوم واستهلاك السكر، كلها هاي الأمور بتساعدنا على نوم مريح
وإن نأخذ كفايتنا من النوم العميق، وإذا استيقظنا 4 5 4 10 ترى هو قريب صلاة الفجر، وبتكون هذا وقت اللي ينزل فيه رب العالمين نزولا يليق بجلاله وقدره سبحانه وتعالى، ويقول هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من صاحب حاجة. فيعني هيك الساعة 4 بتكون مناسبة جدا إنه نستيقظ ونقيم الليل وندعو الله عز وجل، وبعدها يعني بنصف ساعة تقريبا بيكون أذان الفجر. الله يتقبل من الجميع. إذا مشاهدينا تقريبا وصلنا إلى نهاية مختاراتنا، بقي خبر وأنا آسفة جدا إني بدي أعرض هالمشهد، صراحة مشهد مؤلم جدا جدا جدا. يعني أنا لما شفت هذا المشهد صراحة وجعني قلبي وأنا بعتذر، لكن لابد أن نظهر معاناة أهلنا في غزة اللي بيعانوا نتيجة الحصار. فتاة اسمها ياسمين أبو ندى، تبلغ من العمر 20 عام. هالفتاة مشاهدينا منذ طفولتها، منذ أن كانت في السادسة من عمرها، تعاني من مرض أنيميا تكسر الدم بشكل مستمر، وأيضا انتشرت لها يعني عدة مناشدات في أن، وكانت تطالب خلال السنوات الماضية بأنها تخرج خارج القطاع لتعالج، لكن لا حياة لمن تنادي. هل فتاة توفيت مشاهدينا، وانتشر لها فيديو، اعتذر مرة أخرى عن عرض هالفيديو، نتابع مع بعض. يا دكتورة تعالي، أنا مش قادرة، حدا يتعامل معي، مش قادرة يا دكتورة. يا دكتورة رحمك الله يا ياسمين. يعني ياسمين مشاهدينا تستغيث بعد أن أصبحت المسكنات لا تخفف من ألامها، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. تعازينا الحارة لعائلة ياسمين ولأهلنا في غزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله على من حاصر فعلا غزة و من يساهم أيضا في حصارها إلى الآن، وفي عدم وصول العلاج لهؤلاء. ومثل ياسمين مشاهدينا في غزة حالات كثيرة، ندعو الله عز وجل بالفرج القريب لأهلنا في غزة. ومرة أخرى رحم الله ياسمين. إذا مشاهدينا سنذهب مباشرة إلى فقرتنا القادمة مع مجوهرات ديار مكة وألوان الذهب. يعطيكم العافية. اليوم راح نحكي عن موضوع الذهب اللي هو الملون، أو نحكي الأبيض أو الأصفر أو الروز اللي دائماً بتشوفوه في المحلات، وبيستغرزوا بيقول لك هذا الذهب كيف لونه هيك أو صار هيك. هلا بدكم تعرفوا الذهب بالطبيعة ما بنوجد إلا بلون واحد اللي هو الأصفر فقط لا غير، هذا الذهب تحديداً. هلا إحنا لما بنسوي ألوان مختلفة بنستخدم مادة الروديوم، عنصر الروديوم طبعاً عنصر هو إذا أضفناه لأي للذهب تحديدا في منه عدة ألوان، فبيعطينا ألوان كثيرة. هلأ هذا اللون الأبيض من الروديوم، يعني هذا أصله ذهب أصفر وتصار لونه أبيض، مش بلاتين، البلاتين عنصر تاني تماما، هذا ذهب أصفر ونحط له مادة الروديوم أصبح لونه أبيض كامل. هلأ في قطع تانية نستخدم فيها اللون الأبيض أو الأصفر أو الروز زي هيك تجي ملونة. طبعا الحلو بالشغلات هاي ما بيجي فيها احجار، يعني اغلب الاحيان لما بتيجي ملونه بالطريقه هاي بتكون كتير الكوست على الزبون في البيع خسارته قليله، لانها بتيجي قطع فقط ملونه وبتعطيها جماليه كتير. في هيك وفي هيك كمان، بتيجي موضحه اكثر هون اللون الابيض والروز والاصفر، وهذا الاصفر الكامل، وزي ما حكينا القطعه هذه كان لونها ابيض كامل. هذا هو الذهب الملون او الذهب الابيض، ما في اختلاف عنه عن الذهب العادي نهائيا، لانه هو عباره عن ذهب اصفر وتم تحويل اللون فقط لا غير في ماده الروديوم. والروديوم بيجي منه عده الوان، حتى في غير الالوان هاي، في لون اللي بيجي زي اللون الستيل او الالوان الثانيه الازرق او كذا، كل هاي ماده عنصر الروديوم. ويعطيكم العافيه وبيتكم عامل.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. كثير من الناس يمرون بأحداث وظروف وضغوطات نفسية مثل الطلاق أو موت أحد المقربين أو اكتشاف مرض خطير معين أو الإخفاق الدراسي أو فشل في العلاقات العاطفية أو مثلا خسارة مالية كبيرة. كل هالأحداث تزلزل مشاعرهم وتدخلهم فيما يسمى بالصدمة النفسية، مما يؤدي إلى أمور كثيرة بتتفاوت عند يعني من شخص لآخر، أهمها عزلتهم الاجتماعية، الخوف، القلق، الانكسار، الأرق وغيرها من المشاعر السلبية التي قد تسبب أزمة نفسية بتحتاج لدعم أسري ودعم من المحيطين ودعم المختصين لتجاوز هالمرحلة الصعبة. حول هالموضوع مشاهدينا، الصدمات النفسية كيف نتعامل معها، ويعني بداية ندعو الله عز وجل إنه إحنا يعني دائما نلجأ إلى الله عز وجل بأن يحفظنا ويحفظ عائلاتنا وأن نكون دائما بخير، لكن لابد يعني هذه سنة الله في الكون أن يبتلى الإنسان. فبالتالي حول هالموضوع مشاهدينا يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الأستاذة نادين العساف، أخصائية النفسية والمختصة في العلاج المعرفي السلوكي والمعتمدة في الEMDR. أهلا وسهلا يا أستاذة نادين. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة دعاء، أشكرك على الاستضافة، وصراحة يعني هذا الموضوع جدا مهم جدا إنه إحنا مهم نحكي فيه، لأنه دائما بنسمع بحياتنا اليومية عن أخبار وفاة، عن حوادث سواء كانت سير، عن إصابة حدا في مرض خطير، فمهم جداً كيف نحن ننقل هذه الأخبار السيئة للأشخاص اللي بيكونوا مقربين من هذا الشخص، سواء المتوفى أو سواء اللي فقدوه إلى آخره من هذه الأمور. جميل جداً. يعني أنا اللي بحكي إنه إحنا يمكن ولله الحمد في مناطقنا أو في بلدنا ما في لا حروب ولا كوارث ولا يعني أمور قد تؤدي إلى صدمات كبيرة جدا، لكن من شخص إلى شخص تتفاوت موضوع استيعاب الصدمة حتى لو كانت أحيانا بسيطة. فبالتالي إحنا اليوم حديثنا عن الصدمة القاسية، إذا بدنا نعرف أستاذة نادين الصدمة النفسية فبماذا نعرفها، وما هي إذا كان لها أنواع ما هي أنواعها؟ الصدمة هي كل شخص قد يتعرض لموقف صادم بالنسبة يعني احنا ما بنقدر نحدد ما هو الموقف الصادم بالتحديد بصورة مباشرة، يعني بالنسبة لإخواننا في فلسطين وإخواننا في سوريا هم بيتعرضوا لأحداث صادمة يوميا. نعم. سواء شاف هذا الشخص أشخاص أمامه عمالها بتنقتل، سواء كانوا أقرباءه أو غير ما كانوا أقرباءه، أو نفسه هذا الشخص هو تعرض لتهديد مباشر بالقتل إنه أنت رح تنقتل، أو كانوا فعليا حدا عماله بيهدده. فهذا النوع من الأنواع إنه أنا فعليا هون عمالي بتعرض لنوع من أنواع الصدمات. إنها مو سهل على الشخص إنه هو يشوف أشخاص أمامه، سواء كانت أشخاص بتنقتل، سواء كانت هاي الأشخاص في مناظر مثل الدم والعنف وكذا رح يتأثر فيه، سواء كان هذا الشخص صغير أو كبير. احنا بنحكي هون على اطفال تقريبا من عمر 6 سنوات فما فوق، وبرضه هذا الكلام بينطبق على الاشخاص البالغين. الصدمات مثل ما تفضلت حضرتك هي تتفاوت، يعني في صدمات يعني قد تكون بسيطة خفيفة ممكن انه الشخص هو يتجاوزها، ولكن في صدمات احنا احيانا بنسميها بمجالنا وباختصاصنا الكومبلكس تروما. هاي الكومبلكس تروما الصدمات المعقدة، بيكون الشخص بحياته من هو صغير ما زال بيتعرض لصدمات، هاي الصدمات بتكون متكررة، بتكون احيانا صغيرة ولكن بمجرد احيانا يعني اتأقلم مع الصدمة الصغيرة وتأقلم مع الصدمة الصغيرة الثانية والثالثة، ولكن حدثت مثلا حادثة وفاة أو كذا ذكرته بكل الصدمات اللي قبل، فأصبح الآن يعاني من صدمة معقدة، فنحن الآن نكون بحاجة لأنه إحنا نعالج كافة الصدمات المتواجدة. يعني هي بنقول فتحت جروحه زي ما بنقول 100%. 100%. طيب أستاذة نادين، يعني عشان نقدر نعرف هذا الشخص إنه بيعاني من صدمة لازم نعرف الشخص الطبيعي كيف بتعامل أصلا مع الأحداث بصورة طبيعية لنقدر نميز الشخص المصدوم إنه الآن هو عم يتعامل مع الأمور من حواليه بشكل مش طبيعي. فالشخص الطبيعي
شو كيف بتعامل مع الامور من حوله وما الفرق بينه وبين الشخص المصدوم؟ تمام. هلا احنا بطبيعتنا بنتعرض لضغوطات يوميه، هاي الضغوطات احيانا يعني لنفرض انه انا بخاف مثلا من بسه او من كلب او حتى من اسد، لما اشوف مثلا هاجم علي هذا الكلب او البسه ممكن اني انا ابدي استجابه خوف، هاي استجابه الخوف طبيعيه. نعم نعم. فهون انا وعمالي بتصرف، ممكن انه بتصرف عنا جهازنا العصبي في ثلاث انواع من انواع اللي بنتعامل فيها احنا في الضغوط، اللي هي اما اني انا اهرب او اما اني انا اواجه هذا الاشي وما اخاف منه، او احيانا قد بتصير في عنا اياها اللي حاله من التجمد او حاله من الفريز. لما بتجمد هون الشخص وكان غير قادر على الدفاع من نفسه غالبا بتتكون هون صدمات عند الاشخاص. ولكن ما بنقدر نحكي انه هاي الشخص هاي صدمه، عفوا هي صدمه معقده ولا صدمه بسيطه، بناء كل شخص هي راح تكون تفرق تماما. عنده اياه هذا بالنسبه للشخص الطبيعي. هلا احيانا كمان الاشخاص الطبيعيين انه احنا عشان نحميهم من الاشياء اللي احنا بنسمعها سواء على التلفزيون سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، يفضل لما صارت حادثه الزلزال في سوريا، لما صارت حادثه الزلزال في تركيا، يفضل انه احنا ما نخليهم يشاهدوا هذه يسمعوا الاخبار او يشاهدوا الفيديوهات، لانه كثير احنا شفنا في العياده ما بعد حادثه الزلزال في سوريا وتركيا جتنا ناس كونت عندها شيء بما يسمى بنوبات الهلع، فصار عندها خوف وفزع من أي صوت هي فعلياً بتسمعه. يعني إدراكاً منهم أني أنا مثلاً رح يصير معي صدمة أو أنا رح أموت أو هذا زلزال إلى آخره. فدائماً لحتى نحمي الأشخاص اللي غير معرضين للصدمات أو الطبيعيين أنه ما في داعي يحضروا هاي الأشياء، لأنه بالنهاية إحنا كلنا لا سمح الله معرضين يصير معنا صدمات، ولكن ما بنعرف متى هذا الوقت، فليه ما نحمي حالنا، نشتغل على الجانب الوقائي في البداية. طيب عشان نشتغل على الجانب الوقائي وهلأ نبدأ نحكي كيف نقدر انه فعلا نحصن حالنا ضد الصدمات، وفيما لو حصلت كيف نقدر نتجاوزها ونساعد غيرنا ناخذ بايده ليتجاوزها. خلينا نعرف يعني شو اللي بيصير في الانسان او في دماغه عشان هيك بتكون عنده إشي يسمى الصدمه. شو اللي بيصير فعليا؟ يعني يمكن مش انا الشخص الدقيق تماما بهذا الاختصاص او في نحكي النيوروسايكولوجي اللي هو في مجال الاعصاب والدماغ، ولكن معروف في مجال الصدمات في عندنا ثلاث مناطق اساسيه بالدماغ هي بتتاثر. اول منطقه اللي هي منطقه اسمها اللوزه او الاميجدلا، هاي المنطقه هي المسؤوله عن كافه مشاعرنا وعن كافه الانفعالات سواء كانت ايجابيه او سلبيه، فما بالك لما هذه المنطقه او لما ما بالك انه الشخص ما بيتعرض لصدمه، هذه الصدمه لما بيتعرض لها هاي المنطقه بتاخذ حي حيز أكبر في الدماغ، فبتكبر هذه المنطقة عن حجمها الطبيعي، فبتأخذ من حيز المناطق الأخرى في الدماغ. مثل المنطقة الثانية اللي هي منطقة اللي احنا بنسميها البري فرونتال كورتكس، اللي هي القشرة ما قبل الأمامية، اللي هي هون بتكون عنا إياها، في عنا قشرة أمامية وفي عنا القشرة ما قبل الأمامية. هاي القشرة ما قبل الأمامية هذه المنطقة هي المسؤولة أنا عندي إياها على الانتباه، على التركيز، على الإدراك، وكيف أنا عمالي بدرك الأشياء البصرية الآن اللي أنا عمالي بشوفها. تمام. إذا الشخص تعرض لصدمة إذا راح تأثر على انتباهه، راح تأثر على تركيزه، فبالتالي راح تأثر على عمليات تخطيطه وكيف بده يبدي استجابات، سواء بده يهرب ولا سواء بده يواجه ولا سواء صار في حالة من حالات التجمد. هاي المنطقة الثالثة. بينما المنطقة الثالثة اللي هي منطقة تسمى بالمخيخ، هاي المنطقة هي المسؤولة على تخزين الذكريات يلي بتصير معنا. هلا بمجرد ما صار في عنا احنا حدث صادم تخزن الذكريات على حسب نوعها، اما ذكريات حسية او على ذكريات حركية، يعني سواء كان مش قادر يركض او مش قادر مثلا احنا ليه بنحكي على الاشياء الحسيه والحركيه، لانه الناس اللي بتصير في معهم صدمات عاده بيجوا بيحكوا لنا شامم ريحه الحريق، سامع الاصوات، انا كنت عاجز مش قادر اتحرك، فلهيك احنا بنصنفها انه هي قد تكون تخزن، بصير في عندنا خلل في الذكريات الحسيه او خلل في الذكريات الحركيه. يعني كل شيء مرتبط بساعه تلقي الخبر او ساعه وقوع الحادث في المحيط للانسان المصدوم. يمكن بيرجع له اثناء تذكره، يعني مثلا اذا كان قاعد في مكان خلينا نحكي في ريحة مميزة أو شايف إشي معين وتلقى الخبر أثناء، بضل مرتبط بنفس الريحة 100%. لأنه كتير إحنا مثلا أشخاص ما بيجون على العيادة فبحكي لها مثلا الحدث كله مزعج بالنسبة لإلك، بس شو أكثر إشي يلي هو دائما بيتكرر في دماغك أو في ذهنك؟ بتحكي لك الصوت أو صورة الدم أو صورة مثلا شخص مقطوع رجله أو كذا إلى آخره، عارف علي؟ فبتكون في لحظة معينة مخزنة عندها إياها الذكرى وتوقفت أمامها، فصار في عنا يلي هي حدوث الصدمة أو صوت الشخص اللي جاب لها الخبر. يعني مش شرط إنه إحنا أستاذة نادين
عم نحكي عن مثلا حوادث فقد أو قتل، أو ممكن حتى حوادث مثلا خلينا نحكي من نوع خسارة مال، حد اتصل تليفون أو حد خبرني خبر أنا بالنسبة لي يشكل صدمة 100%. بس أنا اللي بدي أسأله أستاذة نادين إنه ممكن يكونوا 2-3-4 بنفس المكان ولهم نفس العلاقة بذات الشخص وتلقوا خبر صادم، ليه بيختلف ردود أفعالهم أو يعني خلينا نحكي درجة الصدمة عندهم من واحد لآخر؟ هاي سبحان الله ربنا يعني كلنا بحط فينا اللي هي درجة التكوين النفسي بما تسمى بالمناعة النفسية، يعني أنا مناعتي النفسية غير عن فلان غير عن فلان، ونحط كلنا بنفس الموقف. ففي ناس يعني ممكن منشاهدهم بحياتنا اليومية بتلاقيهم حساسين لأبسط الضغوط البسيطة، صحيح، وبصيروا بيبكوا وبيتفاعلوا، أو حتى مثلا تسمعوا ممكن من أشخاص قريبين منا يجي أنا لو أحضر فيلم فلاني أو مسلسل كذا تلاقيني ببكي بسرعة ما بقدر أستحمل. فهذول الأشخاص ضعيفين لحتى يتحملوا هذه الأخبار صادمة أو حتى الضغوط اليومية في الحياة. في أشخاص تانين لا، مناعتهم النفسية يعني جدا مرتفعة، بتكون عندهم عادي إنه تلقي لهذه الأخبار السيئة أو الصادمة، وهي عتبة التحمل، عارف علي؟ يعني عتبة التحمل عند أشخاص معينين تختلف على عتبة التحمل عند أشخاص معينين، وهذه بتلعب دور كمان بالنسبة للأشخاص فيهم بيننا قد يتعرض لظروف ضاغطة في حياته وكيف يتفاعل معها، كيف تنشئته الاجتماعية لعبت دور برد الفعل. يعني إذا كانت مثلا حدا من الأشخاص مثلا أختي مثلا بتخاف من إشي معين، إذا أنا شفت أختي كيف كانت تبدي استجابة معينة، فأنا لو كنت أصغر منها رح أتعلم نفس استجابتي الخوف لما أشوف الإشي مع أنه كنت أول مرة بشوفه. فهذا الإشي اللي بيختلف فيما بيننا. ممتاز. طب عشان نقوي هالعتبة، عجبتني كلمة عتبة، عشان نقدر أنه إحنا نتعدى ونكون قويين فعلا في الأزمات، وفي ربنا لا يجيب مصائب، لكن فيما لو، يعني أنا أحيانا لما كنت أتابع الأحداث في غزة وأشوف عائلات بكاملها يعني تمحى من السجل المدني كما يقال، وبتلاقي فرد ضايل والحمد لله والحمد لله صابرين وراضين وكذا، إحنا بنصير نحط حالنا مكان هالشخص، يعني على طول بنقنع نفسنا انه مستحيل نقدر نحكي هذا الكلام اللي هو بيحكيه، وانه ما عندنا القدره ان نحتمل مثل هاي الاحداث. فليه هو قدر يحتمل؟ فبالتالي بصير الواحد عن جد عنده تساؤل انه هل الظروف، هل الايمان، هل التربيه والتنشئه، شو اللي بيخلي هدول الناس فعلا يقدروا يتجاوزوا صدمات اكبر بكثير من الصدمات اللي احنا نقف عندها وتوقف حياتنا؟ بالضبط. سبحان الله، يعني ربنا بالنهايه هو لما خلقنا كلنا كبشر خلقنا وعارف كل واحد فعليا لشو راح يتعرض ولشو الظروف والأقدار اللي راح تواجهه. سبحان الله، دائما فعليا الأشخاص اللي بفلسطين ولا سواء في سوريا اللي بتعرضوا لهدول، دائما من هم وصغارهم أعمالهم بيشوفوا هاي الأشياء، من هم وصغارهم أعمالهم بيسمعوا هذا الكلام، فربنا سبحان الله حط فيهم يعني قوة، صحيح، وصلابة، صحيح، وصبر ما شاء الله، صحيح، عليهم. يعني مستحيل انك انت ممكن تجيبي طفل صغير من فلسطين يجي بيحكي لك بكل قوة بالأحداث والأشياء اللي هو متعرض لها، انت بتحكي كيف هذا الاشي فعليا عماله بيحكيه ومواجهه وهو طفل صغير وانا ست كبيرة او انا بنت كبيرة وانا مش عمالي بتعرض لهذا الاشي. هاي بترجع له سبحان الله، يعني ربنا كيف هو خلقنا، صحيح، وحط فينا، صحيح، هذه الصفات. يعني عن جد ابدعتي في هاي الإجابة، كثير عجبني انه فعلا رب العالمين يختار الأماكن والأزمان، طبعاً. عباد هو يختارهم لهذا المكان، لأنه هاي فعلا حرب تحرير ومقاومة وتحتاج ناس أشداء ولي بأس شديد. طيب أستاذة نادين، نرجع لموضوعنا، إذا إحنا بدنا يعني شخص تعرض لصدمة وبدنا نشوف الأعراض البادية عليه، وإذا كانت فعلا تحتاج إلى أخصائي نفسي أو طبيب نفسي أو علاج أو حتى يقدر يتجاوز، شو الأعراض الشديدة اللي إحنا لازم نلاحظها فورا ناخذ هذا الشخص للاستشاري أو الطبيب؟ أوكي. هلا مهم جدا بمجرد ما إنه الشخص أنا شفته مثلا تعرض لسمع مثلا زلزال صار أمامه أو حريق أو إلى آخره، مهم الأشخاص بتعرفي في أحيانا بنفس الوقت أو بنفس الموقف الصادم بصير الشخص نفسه غير مستجيب للبيئة اللي حوله ولا للأشخاص. يعني ممكن إني أنا أجي أحكي له قوم أهرب أركض بسرعة يلا تحرك، ما بيستجيب معاك نهائيا. فإذا هذا انفصل عن الواقع، أنا بدي أحاول أرجع للواقع، لأنه أهم نقطة عند الأشخاص يلي فقدوا الاتصالهم في الواقع إذا هم غير واعيين معي. فإذا أنا بدي أحاول إني أنا أرجعهم للوعي، أتأكد إنه هو سامعني، أضل أنادي عليه، أضل ألمسه، أحاول قدر الإمكان. بس هنا بدنا ننتبه من ناحية اللمس، أول إشي الجنس بيختلف من ناحية الجنس، وكمان من ناحية نوع الصدمة المتعرض لها، لأنه في ناس الأشخاص
الأشخاص اللي بيكونوا بتعرضوا لنوع من أنواع القتل أو التهديد أو اللي هي التحرشات الجنسية، فهذا النوع من هذا نكون إحنا حذرين نفسنا إني أنا ما ألمسه، بس أتأكد إنه أنت سامعني، شوفي الأشياء اللي حواليك، حاول احكي معي، طب يلا قوم كذا إلى آخره، حاول أشرب مي، نتأكد إنه هو اتصل في الواقع معي. عادة الأشخاص اللي بيكونوا تعرضوا لصدمة وإذا بدي أعرف فعلياً هاي الأعراض ظهرت عليهم أو لا، بيكون في عندهم دائماً أفكار متكررة أو صور ذهنية متكررة متعلقة بالحدث الصادم، يعني كل ذهنه دايركت بيكون فيه فقط بالحدث الصادم اللي صار معه، بضل يحكي فيه، بضل يا إما بيحكي فيه يا إما أي حدا ممكن حواليه عماله بيحكي أو بيجيب كلمة زلزال كلمة كذا أو المنطقة أو المكان بتلاقيه بتجنب هاي الأشياء كلها. أحلام بتكونوا كوابيس، هاي الأحلام الكوابيس برضو بتكون متعلقة بالحدث الصادم، بتلاقي الشخص أصلاً إحنا بنسميها باللغة العامية بيشفل بسرعة، متيقظ زيادة عن اللزوم، أي صوت أي حركة بسيطة أي كلمة أي كذا بتلاقيه بيشفل بسرعة وبيبدي ردات فعل جسدية مبالغ فيها. تمام، فهاي كلها من الأعراض الصادم، ببلش ينعزل اجتماعياً، ببلش هذا الشخص يتجنب كافة الأماكن والأشخاص والأشياء اللي كانت لها علاقة بالصدمة، فبيفضل إنه هو يضل جالس مكانه في غرفته ما بده يختلط ولا مع أي حدا، فبصير في عنده تأثر بالحياة الوظيفية كاملة بالروتين اليومي. فهنا إحنا إذا لاحظنا هذه الأعراض ما بعد مرور شهر على الحدث الصادم، إذن هنا لازم تدخل علاج. لازم تدخل علاج، لأنه إحنا الأول إشي اللي بنعمله أو الناس المسعفين مثلاً النفسيين اللي في سوريا واللي في تركيا واللي بأماكن جميعها، لما بيعملوا أول تدخل بيعملوا إشي اسمه إسعاف عاطفي أو دعم نفسي أو اللي هي الإسعافات النفسية الأولية. أنا بقدم دعم نفسي للشخص، بحاول أشوف مين الشخص اللي فقده، قريب منه مش قريب، هل في لسه أشخاص تانين مقدمين رعاية لإله ولا فقط كل الأسرة، في بيت لإله متوفر ولا ما في بيت لإله، لأنه لازم إذا مش متوفر أنا كمقدم دعم نفسي لازم أوفر له هذا الإشي مكان آمن، بالإضافة لشرب لبس لأكل إلى آخر من هاي الأشياء. إذا تجاوز هذه المرحلة بعد مرور سنة وما كان في ظهر عليه أي من هذه العوارض، إذن هذا الشخص بس بحتاج لدعم كل فترة والتاني ممكن أو يصير يحكي بالإشي اللي هو شافه. تمام، طيب هذا بالنسبة للإشي يمكن النفسي، في علاجات بتوقع مثلا أشياء يمكن حتى تحكي لي، أكيد مش تخصصي بس من خلال تعاملكم مع الحالات، إنه في علاج أدوية مثلا بياخدوها هدول الناس؟ هلا في أدوية، تمام، في أدوية، في علاج، العلاج المعرفي السلوكي، وفي علاج آخر اللي هو هذا من العلاجات الحديثة اللي أنا مختصة فيه، إن شاء الله قريبا يعني راح نصير إحنا مستشارة في الأردن بهذا النوع من العلاج اللي هو اسمه الـ EMDR. علاج الـ EMDR هذا بالأصل لما طلع لعلاج الصدمات، هو طريقة هذا العلاج عن طريق الحركة الثنائية لليد، يعني أنا بحرك إيدي بشكل يمين شمال وبخلي الشخص إنه هو يحط الحدث الصادم وأكثر لحظة مزعجة في هذا الحدث مع كافة المشاعر والأفكار السلبية والعوارض اللي ممكن يتذكرها، وبخليه يتبع مع حركة إيدي. هلأ هذا اللي بيعمل فيه إنه بينشط كافة المناطق اللي في الدماغ من ناحية الذاكرة، يعني كل إشي سلبي مشاعر سلبية مرتبطة بهذا الحدث، يعني إذا الشخص كان بلوم حاله بحكي لك أنا سيء أنا ما قدرت أساعد حدا إلى آخره، فسبحان الله لما إحنا بنبلش منحرك بإيدنا يمين وشمال وهو بيتبع معانا بتلاقي في كل الأشياء اللي مرت في الماضي عنده عمالها بتطلع، سواء إلها علاقة بالحدث الصادم أو ما إلها علاقة بالحدث الصادم. هدفنا للأشخاص بعلاجهم من الصدمات إنه نخفف أثر الصدمة عليها لما يحكيها أو لما يتذكرها. أما بيجوا أشخاص بيحكوا لنا إنه ممكن إني أنا أنسى هذا الحدث كاملا أو كذا، لا مش ممكن إنك أنت تنساه. أنا بهمني إنه الأثر الانفعالي بس يجي وتحكي أو تتذكر الصدمة ما تظهر عليه أي استجابات انفعالية أي استجابات جسدية، بحيث يكون إنه طبيعي خلاص حدث ومر بشكل طبيعي. يعني إننا نمحيها من الذاكرة هذا مستحيل، هذا مستحيل إلا إذا كانت في نوع من أنواع الصدمات ممكن إنه يصير الشخص عنده فقدان ذاكرة جزئي إحنا بنسميه. هاي مش ما بتصير مع كل الأشخاص، ولكن إيش اللي بيصير عنده؟ اللي بيصير عنده إنه هو يفقد تسلسل الأحداث الحدث الصادم، ما بقدر كيف يدي سلسلها، بحكي لك أنا كنت كذا ورايح بس ما بعرف هنا شو صار، بعدها صحيت لقيت حالي كذا كذا كذا. فهي هاي الفترة راحت، هاي الفترة من شدة الحدث الصادم، هاي أصلا نوع من أنواع الدفاع الجهاز العصبي عن نفسه. فبخليه إنه هو ينسى هذا الحدث يعني يمكن الصادم. رحمة هاي. طبعا طبعا أحيانا قد تكون رحمة للأشخاص. تمام، طيب أنا يعني عم بخبرني المخرج إنه انتهى الوقت، مع إنه الحوار يعني يمكن فيه تفاصيل كمان وأمور أكثر حابين نستفسر، ممكن يكون في لقاءات قادمة إن شاء الله. لكن أنا اللي بدي أحكي في نهاية الحوار إنه
العائلات والأمهات والأباء اللي بتابعونا لما بنربي أبنائنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن ما بعرف إذا حديث مش متأكدة، خشوشين فإن النعم لا تدوم. نربي أبنائنا مش على الدلال والدلع. يعني أنا بتعرفي كنت عند طبيبة أسنان وشفت أم جايبة بنتها عم بتصرخ ومرعوبة بطريقة بحياتي ما شفت حدا خايف هالخوف، بس عشان بدها تعالج سنها. فما بعرف، يعني يمكن هذا دورنا ومسؤوليتنا تجاه أبنائنا، إنه فعلا نحطهم في صورة إنه إحنا هاي حياة وممكن إنسان يحدث معه هيك شيء. بس في نصف دقيقة توجيه للأمهات والأباء اللي بتابعونا في تنشئة أبنائهم سريعا. يعني هذا الشيء كتير مهم، إنه لازم ننتبه إحنا كأمهات وكأباء كيف بدنا نقوم بعملية تنشئة أبنائنا، بالذات في السلوكيات اللي إحنا بنعملها. يعني أنا لما بشوف إشي بخاف منه أو لما بدي أخوف ابني، كتير بنسمع أمهات والله غير أخذك عند الدكتور يعطيك إبرة أو كذا. صحيح. لما بتخوف صحيح. طفلها، طب ليه أنا ابني عنده استجابة خوفه هي أصلاً مش موجودة؟ صحيح. هذا الطفل عبارة عن ورقة بيضاء وأنا بشكله مثل ما بدي، فأبدي عنده استجابات خوف غير مبررة ما في إلها داعي. لما الأم بتكون بتخاف من قطة معينة وتبدي استجابة خوف، طب هذا الطفل رح يتعلم من خلال صحيح. الملاحظة. صحيح. فيكونوا عارفين إنه أنت أي استجابة أو أي سلوك بتتصرف فيه أمام أبنائك أو كلام، هذا الطفل عماله بيتعلم وفي عنا إشراط، فبصير دايركت عملية الإشراط عنده. جميل جدا. والشرطة نخوفهم من الشرطة بحيث لما يشوف شرطي من بعيد بكون يعني فعلا في صدمة. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر. الله يسعدك يا الأستاذة نادين العساف، أخصائية نفسية مختصة في العلاج المعرفي السلوكي ومعتمدة في EMDR. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك يا العفو. إذن مشاهدينا نتمنى يكون حوارنا مع الأستاذة نادين أكيد قدم لكم نصائح وإرشادات وأمور جدا مهمة من خلال حوارنا في هذا الموضوع. حنروح مباشرة إلى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، وعنا موضوعات من ضمنها أضخم حفل زفاف في فلسطين ويمكن في الشرق الأوسط بتقديرات تجاوزت 1,850,000. هنستعرض التعليقات على هالحدث من خلال فقرتنا القادمة، فخليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. حفل زفاف ضخم في فلسطين بتكلفة تقديرية تجاوزت 1,850,000 دولار. هل حدث مشاهدينا وهل عرس تم تداوله بشكل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإخبارية وحتى على بعض الشاشات الفضائية. بالتأكيد مشاهدينا يعني هالحدث وتصوير فيديوهات من داخل العرس والعدد الولائم أو الذبائح التي ذبحت و5,000 أرجيلة ومش عارف قديش كم طن من الفاكهة والحلويات والألعاب النارية بتكلفة بمبلغ وقدره، يعني الحكي يا جماعة مش زي الشوف. خلينا نشوف جزء من هالفيديو اللي انتشر وبعدين نرجع لناخد التعليقات على هالعرس. او يا هلا باللي زارونا، يا هلا يا عالي الأولى.
طبعا اكيد مشاهدينا حاله البذخ في هذا العرس والاسراف والانفاق في ظل طبعا اكيد يعني احنا في فلسطين في حاله او في حاله تحرير فلسطين في حرب تحرير ومواجهه مع العدو والمقاومه بحاجه لمثل هذه التكاليف لتمول المجاهدين واهلنا في غزه محاصرين وبالتالي مثل هاي المشاهد صراحة تثير عند الناس كثير من الاستفسارات تساؤلات خاصة الناس اللي خارج فلسطين اللي بيحكوا انتوا دائما بتحكوا لنا تبرعوا لفلسطين وللجهاد وللقدس اذا اهل فلسطين اعراسهم بهذا الشكل فماذا تركتم لغير اهل فلسطين خاصة اهل الخليج يعني احنا دائما بنعلق على الاعراس في الخليج خلينا نشوف التعليقات الناس شو علقت على هالعرس واكيد في صور احنا يمكن ما عرضناها حتى ما نظهر شخوص يعني نسمع لفاطمة طبعا من ضمن الصور مشاهدينا قبل ما نستعرض التعليقات سيدة يعني هي قريبة العريس لابسة ذهب بجوز واجهة ذهب بنحكي عن واجهة ذهب فعليا طيب فاطمة معتز تقول والله لو بحق العرس اللي راح ومضى ساهمت بأنك زوجت شباب انحرق شبابها أصلا وهي مش قادرة تتزوج كان أفضل بألف مرة مع الأسف صدقتي والله عدا عن أنه إحنا عن جد في حرب تحرير وطني طيب محمد نجيب كل ذلك يسيء لرمزية شعبنا المقاوم الذي ما زال يقدم في كل يوم الشهيد تلو الشهيد صدقت يا محمد منى جودة لا حول ولا قوة إلا بالله والله لو تصدق في جزء منه على الناس الغلابة لكان ربنا بارك له في حياته الله المستعان متاع الدنيا لا تساوي جناح بعوضة عند الله مقابل أجر والثواب الله يصلح حال الناس ويهديهم اللهم آمين أم أحمد ولا تسألن يومئذ عن النعيم المبذرين إخوان الشياطين أم شاهر لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا التبذير والإسراف يتصدق على الفقراء ويساعد أهالي الشهداء اللي هدمت بيوتهم أكثر ثوابا وبركة يعني بالتأكيد مشاهدينا هذه كانت تعليقات عدد من الناس اللي تابعوا هالفيديوهات وهالمشاهد وفي ناس سبحان الله هيك يعني باركوا كذا وإنه الله يتم عليكم ماشي ما اختلفناش الله يبارك ويتم بس إنه كل شيء بحدود وإحنا شعب تحت الاحتلال وبدنا نقاوم وبدنا نسترجع فلسطين وبدنا نحرر المقدسات وبدنا ندعم الناس اللي بتقاوم والناس المحاصرة فما هكذا تورد الإبل طيب بدنا نروح مشاهدينا لصورة مشرقة من القدس وطالب مقدسي اسمه قصي محمد سلامة يختم القرآن الكريم حفظا في المسجد الأقصى المبارك لكم أن تتخيلوا المشاهد والجمال وقبة الصخرة ومن خلف هذا الحافظ لكتاب الله وهو يعني يسمع الآيات وبعد ذلك يوزع الحلوى فرحا بختمه للقرآن الكريم غيبا نتابع مشاهدينا مع بعض هالمشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الطالب قصي محمد سلامة أبلغ من عمر 14 سنة بدأت في حفظ القرآن الكريم وأنا ابن 7 سنين واليوم أحمد الله أني ختمت كتابه الكريم وأدعو الله أن أعمل به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن أكيد مشاهدينا بنبارك لهالطالب المقدسي ولكل طلابنا في القدس اللي في طريقهم لحفظ القرآن الكريم في حلقات وفي أكيد يعني منصات ومعلمين ومعلمات بعلموا الطلاب القرآن وبحفظهم إياه وأكيد جيل التحرير لازم يكون حامل لكتاب الله في قلبه وحافظ له
يتجلى ذلك في سلوكه وخلقه. إذا خلينا نشوف مشاهدينا ماذا علق من تداولوا هذه المشاهد، ونبدأ بأم محمد الرمحي. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا يوفقه ويكرمه وينفعك وينفع أمته وينفع أمته بعلمه. سميرة حسن، بارك الله فيك وجزاك خيرا ويكثر من أمثالك ربنا. جهاد يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مبارك لك ولأهلك يا قصي. الشكر والتقدير لمركز زيد بن ثابت لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، ونحن بدورنا أيضا نوجه الشكر لهذا المركز. أمل فيومي ربنا يحفظه ويثبت قلبه على الإيمان. إذن مشاهدينا بالقرآن وأهل القرآن والمقدسيين العظام اللي كل يوم إحنا صراحة بنفتخر بإنجازاتهم وبما يقدمون برباطهم وبجهادهم وثباتهم، وأيضا ملازمتهم للقرآن الكريم ولحلقات العلم، فتحية لهم. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوارنا وحلقتنا لليوم، نتمنى تكون حلقتنا نالت إعجابكم وحظيت بمتابعتكم. نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد ومواضيع جديدة. إلى أن يحين اللقاء نستودعكم الله في أمان الله.